السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابالات شيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم شوربة بالخضر والدجاج، جبت لذيذة ورائعة. ستجدون رابط الوصفة مكتوبة بصندوق الوصف على موقعي www.latishiwat.com. نمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج إلى 4 حبات من الجزر مقشرة ومقطعة، حبة من القرع الأخضر مقطعة إلى قطع هكذا كيف كتشوفوا، حبة من البطاطس مقطعة، قليل من الكرافس، 6 حبات من اللوبيا الخضراء. كنحضر على هذه، الا ما تفرطش عندك ممكن ديري واحد اللفته، يعني في بلاصه اللوبيا الخضراء ديري اللفته. انا ما تفرطش عندي اللفته، درت اللوبيا الخضراء، بصله مشلضه بهذا الشكل هذا، 2 مضروسات نتاع الثوم، معلقه صغيره ديال الزبده، واحد 150 غرام ولا 100 غرام على اللي تقدروا ديال الصدر نتاع الدجاج. اما بالنسبه للتوابل فغادي نحتاج فقط الملح والفلفل الاسود، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، والملح حسب الذوق ملعقه صغيره، وقليل من زيت الزيتون. نمر الى طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. في طنجره نضع 3 معالق كبيره من زيت الزيتون، وغادي نضيف جميع المكونات اللي سبق لي وذكرت. الدجاج كلها، وغادي نوضعها فوق النار تقلى مزيان على نار هادئه، خصها تقلى، ما بغيناهاش حنايا نديروها في الماء وطيب ديريكت، ضروري خص هاد المكونات هادو يتوضعوا فوق النار على نار هادئه وتقلى مزيان حتى تهبط لينا الخضره ديالنا، عاد نمرقوها بالماء ان شاء الله. يعني نضيف هنا الفلفل الاسود والملح، انا درت معلقه صغيره من كل حاجه، وكيبقى حسب الذوق طبعا. هنا كيف كتلاحظوا انا وضعتها فوق النار، وغادي نبقى مره نحركها حتى تهبط مزيان، كتقلى غير في هذيك الزبده وفي هذيك الزيت حتى نشوفوها هبطات، ديك الساعه نمرقوها بالماء. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا هي بدات كتهبط الخضره ديالنا وكتطلق الماء ديالها. اذا حنا غادي نضيفو ماء سخون، واحد القدر، ماشي كتير 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 بزاف بحال هكذا، وغادي نخليوها تزيد تكمل الطياب ديالها، ومن بعد ندوزو نطحنوها ان شاء الله. بعد ما السوبا ديالي طابت كيف كتلاحظوا، دابا غادي ندوز عليها الميكسور ونرجع نوريكم كيفاش غادي تجي. ها هي السوبا ديالنا بعد ما طحنتها كيف كتجي، انت كتحكمي في الختوريه، بغيتي ديريها شويه ثقيله، بغيتي ديريها خفيفه، اللي حبيتي. هاد السوبا كتجي جد لذيذه ورائعه الصراحه، كنصحكم تجربوها ما غاديش تندموا عليها. هذا هو الشكل النهائي للسوبا ديالنا، كنصحكم تجربوها الصراحه، كتجي جد لذيذه ورائعه، وخصوصا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش ياكلوا الحريره كتجيهم ثقيله، وبالنسبه للناس اللي عندهم كوليسترول كنصحهم بهاد السوبا، صراحه كتجي لذيذه لذيذه بزاف. اتمنى ان تنال الوصفه اعجابكم وان تجربوها. لا تنسوا تتبع القناه والاشتراك بتفعيل الجرس. انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.